بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم بالمحاضرة الثالثة من مساق Logic Design. والمحاضرة اللي فاتت احنا انتهينا عند عملية تحويل من Analog Wave ل Binary Digital Number والعكس، أخذنا كيف نحول من Binary Digital Number اللي هي أصفار ووحدات ونرجع نبني الموجة الصوتية عشان نسمعها عن طريق السماعات. المحاضرة هاي بنكمل عملية كيف تخزين باقي الأنواع الداتا تايب بالذات داخل جهاز الحاسوب. وجزء من المحاضرة هاي احنا أخذناها في الفصل اللي فات في مادة رياضيات منفصلة. خلينا نشوف مع بعض العناوين مباشرة. طبعا هنحكي مقدمة، هنحكي بالنقاط اللي انشرحت الفصل اللي فات، مش هنرجع نحكيها أو هنحكيها بشكل سريع. هندخل في موضوع السايند نمبر، وهذا من ضمن الشغلات اللي اخذناها الفصل اللي فات. وبعدين هنشوف مع بعض كيف بتم تمثيل الداتا تايبس، يعني سيف لغة البرمجة لما تقول شورت او انتجر او فلوت او دبل او لونج الى اخره، هذا شو بيعني للحاسوب، وكيف كل داتا تايب بتم تخزينها، شو الفورمات تاعتها داخل الحاسوب. وبعدين كيف نقرا من الميموري ونرجع للرقم، وكيف بتتم عملية القراءة. بداية احنا طبعا حكينا هنا، قلنا احنا في المحاضرة اللي فاتت شفنا عالم الديجيتال كمبيوتر سيستم وكيف انه هو بيتعامل مع الباينري سيجنال. وطبعا في المحاضرة هاي هندخل في اول شق اللي هو كيف ان احنا نمثل النمبر سيستم، يعني كيف نمثل من عدد عشري لعدد ثنائي اللي هم عشان يصيروا صفار ووحدات اللي هنستخدمهم جوه داخل الحاسوب، الاوكتال عدد الثماني والهكسا ديسيمال. طبعا هذا الكلام مشروح بالتفصيل، هذه الانظمه العدديه كلها من والى، يعني من نظام اكس لنظام واي او من نظام واي لنظام اكس، وهذا كلام مشرح بالتفصيل في المحاضره الخامسه من ديسكريت مات، طبعا الفصل اللي فات فرجع لها. بعدين عايزين نحكي كيف بتم تمثيل النيجاتيف والبوزيتيف نمبر، وهذا الكلام طبعا برضو اخذناه وشرحناه في المحاضره السابعه، اللي هو للأعداد الموجبة والسالبة وكيف بتمثيلهم وش الأنظمة العددية. طبعا هتطرق بشكل سريع اللي هو في المحاضرة هاي، لكن هذا ارجعوا لها المحاضرة هذه على اليوتيوب برضو بتلاقوها موجودة، عشان الموضوع هذا يكون احنا هنفترض ان كنتوا يعني فاهمين والامور واضحة بالنسبة له. وبعدين هنوفي هنا وكيف هنمثل البريمتيف داتا تايب اللي هو زي تشار وشورت وانتجر داخل الحاسوب والعكس. طبعا جزء منه اللي هو برضو اخذناه في، او جزء كبير منه اخذناه برضو في المحاضرة السابعة الفصل اللي فات، لكن اللي احنا تركيزنا اليوم المحاضرة هاي حيكون على اللي هو الفلوتينج بوينت نمبر، عالم الفلوت والدبل وكيف بتم تخزينه، لانه هذا ليه فورمات يختلف اختلاف كلي عن عالم الانتجر. طيب بشكل سريع، السايند نمبرز او الاعداد اللي ليها اشارة طبعا بينقسم عندنا ل قسمين. عملية تمثيل الساين نمبر اولا بنسميه الساين ماجنتيود، والنظام الثاني الساين كومبلمنت. طبعا الساين كومبلمنت بيندرج تحت الوانز كومبلمنت والتوز كومبلمنت. طبعا بشكل سريع هنا لان هذه المحاضرة اخذتوها قبل هيك، فمثال عندي في الساين ماجنتيود اذا كان الرقم الموجب زي هيك فالرقم السالب هو نفس الرقم الموجب، لاحظ الشق اللي هان هو نفس اللي هان، بس هنا بدل ما هذه صفر صارت واحد للسالب، بس هذا هو الساين ماجنتود، يعني الاختلاف بين الرقمين بين الموجب 25 والسالب 25، الاختلاف فقط في اخر بت اللي احنا بنسميها هاد موست سيجنيفيكانت بت، هذا حتكون صفر للموجب وواحد للسالب. طيب النظام اللي بعديه الساين كومبلمنت، وفي نوعين وانز كومبلمنت زي ما احنا شايفين، هي العدد 25 بالموجب، لكن السالب تاعه حيكون عبارة عن ايش؟ نحول الكلام هذا كله لايش؟ لونز كومبلمنت. وانز كومبلمنت طبعا هو يعني المعكوس، فالواحد بيصير صفر والصفر بيصير واحد، وزي ما انت شايف فصارت هذه هي الموجب 25 وهذه هي السالب 25. النظام الثاني اللي هو التوز كومبلمنت، انه بياخذ الرقم هنا العدد الموجب، طبعا لاحظ الموجب في كل الانظمة نفس الشيء، كان بالتوز كومبلمنت او بالونز او بالساين ماجنتوت، العدد الموجب ما بتغيرش، الاختلاف بيصير عندنا بالعدد السالب. ويلاحظ شو بيعمل هنا، هياخد الرقم اللي هنا هيك ويحول له ايه، يجيب له ايه التوز كومبلمنت لإله. التوز كومبلمنت، واحنا اذكر ان اخذنا التوز كومبلمنت كيف بنحولها بشكل سريع، بان احنا اول ما نبدا هنا هنبدا اول ما نلاقي اول واحد، واحنا لاقيين هنا اول واحد بينزل كما هو، بعدين حبدا اعكس الاشاره فهي حتصير واحد واحد صفر صفر واحد 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 الكلام اللي هو هان، فهذا هو التوز كومبلمنت للرقم.
طبعا هنا مثال سريع، هي معطيني العدد 55 بالموجب، ومستخدم هنا 2 بايتس، يعني عندنا 16 بت. كيف هنمثل الموجب 54؟ ال 54 هنحولها لعدد ثنائي طبعا عن طريق قسم المتكررة، والرقم هنا مدخلها شايف، هاي الصفر هنا وهي الواحد اللي وراها والواحد اللي وراها إلى آخره. بعدين عندنا الباقي شو بنكمله؟ أصفار. هذا الموجب 54، السالب 54 إذا احنا مستخدمين الساين ماجنتيود، طبعا الرقم كله هينزل كما هو، بس انا هنغير ايش في الاشاره، موضوع مباشر وبسيط. لكن هذا النظام احنا هنشوفه في موضوع الفلوت بوينت نمبر، هنستخدمه يعني. طيب النظام الثاني بالوانز كومبلمنت، اللي هو كيف بدي امثل السالب 54 باستخدام الوانز كومبلمنت. همسك اللي هو الرقم الموجب اللي هان وبجيب الوانز كومبلمنت له، فالصفر حتصير واحد، والواحد بصير صفر، والواحد بصير صفر الى اخره زي ما انت شايف. طبعا الطريقه الثالثه اللي هو عملية استخدام التوز كومبلمنت، يعني كيف بنمثل العدد سالب 54 بالتوز كومبلمنت. بمسك الرقم اللي هان وبجيب مين اللي هو التوز كومبلمنت له، التوز كومبلمنت له. فلاحظ اول صفر بينزل كما هو، اول واحد بنلاقيه بينزل كما هو، بعدين بعكس ايه، ابدا اعكس الاشاره. هذول هم الثلاث طرق لتمثيل الاعداد السالبه. طبعا احنا تطرقنا الموضوع هذا وجبنا قارنا بين هذول، وعشان نثبت لك انه ليش تم اعتماد اللي هو التوز كومبلمنت لتمثيل الاعداد السالبه. لاحظ الاعداد الموجبه كلها نفس الشيء، وحكينا هنا في عندنا السبب الرئيسي بانه انا السالب عندي ما فيش حاجه اسمها موجب سالب، سوري، موجب صفر وسالب صفر، لكن في الانظمه الثانيه وهذا شيء معقد، فبالتالي تم اعتماد التوز كومبلمنت لتمثيل الاعداد السالبه. طبعا بحكي عن موضوع الشورت والانتجر ليس الفلوت. الفلوت هنا حيختلف طبعا، طريقه تختلف عن الاثنين اللي حكينا عنهم. طيب نشوف الان، ندخل في اللوب الموضوع ونشوف مع بعض كيف بصير الداتا تايب ريبريزنتيشن. طبعا من ضمن الداتا تايب اللي استخدمتوها في البرمجه الجافا، كنت تاخذ مثلا اللي هو الكاركتر، يعني نقول كاركتر بي بعطيني اللي هو الحرف ايه مثلا. طبعا موضوع الكاركتر وعالم الاسكي تاع الكاركتر وكيف بيتم التمثيل والنقل والامور هاي بالتفصيل حتكون عندنا المحاضره الرابعه ان شاء الله. شفنا حاجه اسمها لما نقول شورت الدي، شو يعني شورت الدي؟ بعطيني سالب 15، شو بحيصير بالضبط؟ شو الكومبايلر لما بشوف الكلام شو حيعمل داخل الرام؟ كيف بحول الارقام هاي؟ الانتجر، وفي حاجه طبعا اللي هو الانسايند، لانه في حاجه اسمها سايند وانسايند. طبعا لاحظ في البرمجه زي السي بلس بلس والجافا، اذا انت ما كتبت الشان فهو هيعتبرها الكومبايلر او المترجم انها ايه، انه هي سايند، يعني بتاخذ موجب وسالب. لكن اذا قلت انا انسايند فانت انا محدد انه هذا ما بياخذش غير عدد، ما بياخذش سوالب، فيش حاجه فيها سالب في الانسايند بدون اشاره يعني. طبعا انسايند شورت، انسايند انتجر، وعندنا الفلوت. والفلوت طبعا بطبيعه الحال بياخذ موجب وسالب. دبل نفس الشيء، موجب وسالب الاعداد زي ما انت شايف. طبعا هاد الفلوت ليه فورمات معين بتختلف عن الانتجر، والدبل هنا اللي هو طبعا نفس فكرة الفلوت بس حجم اكبر. طبعا هنشوف مع بعض كيف بيتم تمثيل الداتا تايبس هدول اللي حكينا عنهم، شفناهم داخل الرام بالتفصيل. نبدأ بالاول من المثال. لما نيجي نقول احنا شورت السي بعطينا 15، سؤال هنا هاو سي، طبعا سي هذه هي متغير، وحكينا المتغير هو عبارة عن عنوان في الرام بيشير لمكان هيتخزن في 15، وطبيعة المكان أو الفورمات تاعته هتكون شورت. هنشوف مع بعض شو يعني شورت. أولا لما يجي الكلام هذا شو اللي هيصير؟ بيقول لي هنا الكومبايلر أو المترجم هيحجز لي مساحة قد إيه؟ 2 بايت. ليش 2 بايت؟ لأنه شورت أو 16 بت، طبعا 2 بايت معناها 16 بت. طبعا هو هنا بما إنه مش مكتوب عندي هان unsigned، فهو هيستخدم ال 16 بت، يعني هذا العدد موجب 15، هيستخدم 15 بت لتمثيل العدد، واخر بت حتكون عندنا الاشاره، يعني مش 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 حتكون جزء من الرقم او العدد. طيب الان شو كيف بنخزن الكلام هذا بالرام؟ اولا احنا في عندنا هذا العدد 15 بنحوله لعدد باينري اربع وحدات، فباجي هنا هاي الواحد الاولى، طبعا هي عندنا هي 16 بت او الاثنين بايت، وهي الاولى الواحد الثانيه والواحد الثالثه والواحد الرابع، بكمل باقي اصفار. طبعا هذه هي least significant bit وهذا هو most significant bit او signed bit. لاحظ حاطين عندنا هنا ايه، صفر، عشان يقول ان هذا عدد موجب 15. هذه هي البايت الاولى والبايت الثانيه، لو عايز تحوله طبعا لهكس ديسيمال هاي تحويل لهكس ديسيمال. طيب الان لو قلنا العدد سالب 15، كيف بيتم تحويل العدد سالب 15؟ طبعا اتفقنا بانه هو بيستخدم التوز كومبلمنت لتمثيل الاعداد السالبه، خلاص. فاللي هيصير الان هو كلمة شورت بالنسبة للكومبايلر معناته انه حجز لي مساحة 2 بايت مساحة،
وطبعا الدي هو العنوان اللي حيشير على المكان هذا اللي مساحته شورت يعني 2 بايت وحيتخزن فيه سالب 15. السؤال هنا هو سالب 15 حيتخزن كيف؟ اولا احنا هنحول ال 15 اللي هي الموجب 15 هي، بعدين شو هنعمل؟ نحولها لسالب 15. كيف؟ بنجيب التوز كومبلمنت لها. كيف التوز كومبلمنت؟ زي ما انت شايف يعني هذا هي الموجب 15، هنجيب التوز كومبلمنت لها. الان التوز كومبلمنت هذا هو اللي بنخزله داخل اللي هو التو بايتس. فلاحظ هاي البايت الاولى وهاي البايت الثاني، حنمسك اول واحد هنا هيك، يعني لاحظ هاي الواحد اول واحد ينزل كما هو، بعدين الواحد اللي هنا حيصير صفر، الواحد اللي هنا حيصير صفر اللي هو ماكسيم، وهذا الواحد الاخير حيصير صفر، وبعدين واحد 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 الى اخره. هذا هو العدد سالب 15، وحيتم تخزينه زي ما انت شايف زي ما انت هيك في الميموري اللي هو عباره على 2 بايت. الان طبعا هذا هي الليست سيجنيفيكانت بيت، وهذا الموست سيجنيفيكانت بيت اللي هي الساين بيت. لاحظ انا الساين بيت اعطتني كام؟ واحد. طبعا فصار هنا انه تمثيل عدد سالب 15 تم من خلال الميثود تاع اللي هو التوز كومبلمنت. هيدا البايت الاولى والبايت الثاني وتمثيله بالهكس ديسيمال زي. الان لاحظوا المفارقه هنا انه ما انه العددين هنا نفس العددين، الا انه هذا لما بيكون سالب وموجب بيختفي اختلاف كلي داخل جهاز الحاسوب. يعني بالنسبه احنا النا لما نكتب كاعداد ديسمال هذا نفس الرقم 15 وهذا 15، بس انا حطيت له سالب وهذا مثلا حط لها موجب او بدون، لكن هذا البيانات قراب من بعض شبيهات، لكن داخل الحاسوب اختلاف كلي. لاحظ هيك منظره حيكون داخل الحاسوب كموجب 15، وهنا عنده هذا هو الرقم، طلع كيف بيختلف اختلاف كلي لما نخزنه كسالب 15. واضح النقطه هاي؟ طيب نكمل بعدين نفس الشيء لموضوع الانتجر. طبعا هو الانتجر والشورت هنا ليهم نفس الفورمات، بس الاختلاف هنا في عملية المساحة اللي هيحجزها الكومبايلر. الكومبايلر في حالة الانتجر في حالة الشورت هيحجز 2 بايت يعني 16 بت، لكن في حالة الانتجر هيحجز كم؟ هيحجز 4 بايت يعني كم من بت؟ 32 بت. طيب الآن هل هو سايند ولا انسايند؟ طبعا سايند، لأن مش كاتب كلمة انسايند، فبالتالي هذا الموجب اللي هو 2527، فبالتالي هيستخدم هو 31 بت لتمثيل العدد، والبت الاخير اللي هي رقم 32 هيستخدمها للاشاره، وطبعا لازم تكون صفر لان هذا العدد موجب. طيب الان العدد 2527 لو بدنا نحوله لثنائيه طبعا باستخدام القسمه المتكرره او على الاله الحاسبه اللي هي، هيطلع لنا العدد ده. الان هذا خزنه انا على كام؟ على 4 بايت او 32 بت. فهذا اول واحد، هذا هو اول واحد حطيناه هان، الثاني واحد زي ما انت شايف هيو حطيناه هان، ونعبي زي هيك، ولما نصل لاخر بنكمل الباقي ايه؟ اصفار. هذا هو اللي سيجنيفيكانت بت، وهذا هو الموست سيجنيفيكانت بت او الساين بت. طبعا هنا عطيني صفر لانه عدد موجب. طيب الان هذا هاي البايت الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، ولو بدنا نحوله احنا هكس ديسيمال، كيف نحول الكلام هذا لهكس ديسيمال؟ حيطلع لنا زي هيك. الان لو بدنا نعمل السالب 2527 باعتبار انه هو انتجر، طبعا هيتم تمثيله اختلاف بشكل مختلف تماما عن الموجب داخل الحاسوب. واللي حيصير هنا طبعا نفس الشيء، الكمبيوتر حيحجز عندنا 4 بايت وحيحجز اللي هم عباره 32 بت، وهيستخدم ال 31 بت اللي هو للرقم، والبت الاخير اللي هو للساين حيكون واحد. طبعا الان هنا كيف بدي اجيب العدد السالب تاع الرقم هذا؟ شو بعمل؟ العدد الموجب اللي هان بحوله ايش؟ باستخدام التوز كومبلمنت. اساسا هاي العدد الموجب عندنا هاي موجود هان، يعني عايزين نحوله ايش؟ للتوز كومبلمنت. فالواحد اللي هنا اول واحد بينزل كما هو، بعدين الواحد اللي هنا ايه بعديه بيصير هاد صفر صفر صفر، وبنعكس لحد تلاحظ كيف لما يسكر عندنا زي هيك. الان هذا هو هيك بصير بتم تخزينه داخل جهاز الحاسوب على 4 بايت. ففرق شاسع زي ما انت شايف ما بين الموجب 2527 والسالب 2527 كانتجر. واضح الاختلاف اللي هان؟ طبعا الكلام هذا احنا حكيناه برضو بالتفصيل في الفصل اللي فات. نيجي لحاجة اسمها الانسايند. الان كلمة انسايند معناها انه بستخدم، اولا هو هادي انسايند شورت. شورت شو يعني؟ يعني الكمبايلر هنا هيحدث كام؟ هيحدث 2 بايت. 2 بايت يعني 16 بيت. خلاص؟ وحيستخدم هنا the whole bits كل البتات عشان يمثل الرقم، لانه ما فيش عندي انا مكان يعني اخر بت مش للاشاره، حصير هي جزء من الرقم. فبالتالي هنا بيكبر الرقم. يعني الان انا بدل ما استخدم في الاول لما كانت عندي signed short كنت بستخدم 15 بت لتمثيل الرقم والبت السادس عشر للاشاره، الان هلا هو بقول لك خذ كل ال 16 بت واستخدمهم لتمثيل الرقم، فبالتالي هيعطيني رقم ايه؟ اكبر.
الآن هنا على سبيل المثال لو قلنا الأعداد 43690 عاوزين نخزنهم داخل اللي هو الـ unsigned short، بظبط معنا فيش أدنى مشكلة. تعال نقيس هنا ونحول الكلام هذا لـ binary، هيعطيني الرقم هنا. لا لاحظ معي هذول كم من بيت؟ 2 4 6 8 10 12 14 16، يعني 2 بايت. فالرقم هذا كله كما هو حينزل زي ما انت شايف، لاحظ بيبدا من هان 1 0 1 0 الى اخره. هذا هو اللي سيجنيفيكانت بيت وهذا المو سيجنيفيكانت بيت. دير بالك هذا مش ساين بيت، عشان هيك انا مش معلم عليه، هذا مش ساين، هو كله هذا عباره عن رقم. طيب الان لو بدنا نمثله طبعا بالهكس ديسيمال زي ما انت شايف اربع وحدات. الان لو عايز اعمل انا الانساين الرقم هذا اللي هو الانتجر، لاحظ كلمه انتجر هو الكمبيلر انا هياخذ طبعا يحجز 4 بايت وهيستخدم 32 بت. And it will use the whole 32 bit، يعني كل 32 bit to represent the number لأنه إيه unsigned. فبالتالي عندي أنا لما بدي أجعل الرقم هذا بدي أحوله على سبيل المثال لثنائي على الآلة الحاسبة مثلا، هذول عددهم 32 bit. لاحظ الرقم هنا، فبينزل الرقم هنا زي ما هو. لا لاحظ ما حدش يجي الآن، خليني بس أنا هذول 4 بايت وهذا هو بالهكس ديسيمال. الان ما حدش يجي يقول لي هذا العدد سالب، العدد هذا مش سالب مع انه اخر بيت هنا واحد. طب وش عرفنا انه مش سالب؟ لان احنا في الاول لما نحن عملنا ديكلاريشن للمتغير قلنا له ايه؟ قلنا له unsigned. لكن مثال هنا لو جيت قلت لك طيب لو هذا احنا شلناه وحطينا كلمه signed على سبيل المثال من غير ما نشوف الرقم اللي هان مثلا، ما دام هذا signed فبالتالي هنعرف انه هذا عدد سالب. لكن اذا هذا unsigned يبقى هذا الكلام كله مباشره بحوله لعدد اللي هو 10، ما بعملش موضوع التوز كومبلمنت زي ما شفنا في التحويل. الان هنا شو الفرق بين السايند والانسايند؟ اولا التيرم انسايند يعني بدون اشاره يشير او انديكيتس ا فيريبل متغير كان هولد اونلي بوزيتيف نمبر، وفقط يعني بقدر اخزن فيه بوزيتيف نمبر، فيش فيه موجب وسالب، يعني بستخدم كل المساحه لتمثيل العدد. لكن السايند هنا لا، هو طبعا ممكن يخلي يا نيجاتيف يا بوزيتيف، يعني اخر بت هنا هتكون محجوزه للاشاره. طيب لما نيجي على كلمه سايند شورت، طبعا السايند شورت اكم من بايت؟ 2 بايت او 16 بت، صح؟ فالسؤال هنا كلمه سايند شورت يعني بياخذ موجب او سالب، فاكبر رقم هيكون عندي انه هيو موجب، والرقم اللي هنا هذول شايفهم 15 بت، يعني اكبر رقم بقدر نخزن في السايند شورت اللي هو موجب 32768. طب ايش اصغر رقم اللي هو هيطلع عندي بالسالب؟ طبعا طب هو اصغر رقم بالسالب، لاحظ هان هيكون هذه الاشاره بالسالب والباقي اصفار، وهذا طبعا هذا اللي بيساوي السالب 32768. طب كيف الكلام هذا بيساوي؟ احنا خدنا بما انه هذه الاشاره واحد، شو انا بعمل؟ كيف بجيب قيمه العدد اللي هان؟ بحول الكلام هذا لتوز كومبلمنت، بعدين بحول لعدد 10. لو بنحول لتوز كومبلمنت طبعا حيطلع نفس الرقم هذا هيك، حوله ل 10 حيعطيك 32768 وهتحط قدامه اشاره سالب، واضح؟ فبالتالي اكبر رقم للساين شورت اللي هو موجب 32768، واصغر رقم لو يعني قصدنا بالسالب 32768. لكن لو انا عملت الانساين شورت، في الانسايند شورت بقدر استخدم كل هذول لمين؟ لتمثيل العدد. فبالتالي العدد اللي عندي هان حيكون ضعف اللي هان تقريبا او اكبر منه، لانه لكن انا في الهان كنت حارم، يعني انا مش انا بس مستخدم 15 بت، لكن انا استخدمت كل ال 16 بت لتمثيل العدد. فتعال الرقم اللي هان حوله لعدد 10 حيطلع عندك الرقم اللي هو زي ما انت شايف. طيب اصغر رقم ما فيش اللي هو الصفر، طبعا ما فيش اصغر من هيك لانه هذا عدد انساين، واضحه النقطه هاي. بالنسبه للانتجر نفس الفكره، فالسايند انتجر بياخذ موجب وسالب. طبعا بما انه سايند يبقى انا بدي استخدم اللي هو الحين عندي 32 بت، طبعا هستخدم فقط 31 بت لتمثيل العدد، والبت الاخيره هذه للاشاره هتكون صفر في حاله الموجب. طبعا الرقم اللي هنا اللي هو 31 بت واحد لو حولهم لعدد 10 هيعطينا 2 مليار 147 مليون 483647، لكن الاشاره ايه؟ بالموجب. بالسالب اللي هو اصغر رقم هيكون عندنا واحد وكل هذا اصفار. طب كيف بنحوله هذا لعدد 10؟ هنحول الكلام هذا لتوز كومبلمنت اللي هو هيطلع نفسه طبعا، وبعدين بنحوله ل 10 وهنحط اشاره السالب.
عشان هيك بيطلع عندنا الرقم هذا. واضح هذا بالنسبة للسايند انتجر. لو كان عندي unsigned انتجر طبعا هيختلف، انا لانه انا هستخدم كل 32 بت لتمثيل العدد، يعني هعبي كل هذول وحدة، هذا هو اكبر رقم واللي هيطلع لنا 4 مليار، يعني تقريبا ضعف الرقم هذا، 4 مليار 294 مليون 967 الف و295. لو الاصغر رقم طبعا حيكون اللي هو صفر، اصغر هيك اصغر من هيك ما فيش. واضح شو معنى الفرق ما بين كلمه سايند وان سايند بالنسبه للحاسوب؟ فهذا مهم نعرف الكلام هاي، لانه احنا في الاخر المحاضره حنشوف، انا حورجيك الان، مش حقول لك هاي رقم خزين لي اياه في الرام، لا حقول لك تفضل هاي في الرام هنا الرقم هذا موجود، لو طبعناه على الشاشه شو حيطلع، فانت حتطلع اي اساس. طبعا لازم تعرف هو سايند ولا ان سايند، اذا تعرف انه شورت ولا انتجر الى اخره. طبعا كل المعلومات هذه مهمه عشان تعرف تقرا الرقم صح. طيب نيجي هنا في عالم الفلوت، وطبعا هو بيعطينا هنا بس بشكل سريع انه الفلوت كيف حيكون منظره داخل الرام، لكن طبعا حندخل بالتفاصيل يعني لقدام شوي. الان هنا بيقول لي لما نحكي كلمه فلوت الكي 3.215، طبعا هذا هو فراكشن نمبر، هذا فلوتنج بوينت نمبر. اولا هو في نهايه المطاف برضه نفس الشيء، الفلوت بيحجز لي هنا له 4 بايت زي ما بيحجز للانتجر، لكن الفورمات تاعته والهيئه تاعته بتختلف عن الانتجر، مع انهم الاثنين نفس المساحه، يعني الانتجر بنحجز له 4 بايت والفلوت بنحجز له 4 بايت. طيب طبعا احنا هنشوف التفاصيل في السلايدات اللي بعدي، بس بيقول لي هذا الرقم هذا احنا هنحوله لعدد اللي هو باينري، وطبعا هذا التعقيد كله هنا اللي حنشوفه بالتفصيل كيف بيتم تحويل عدد هذا لعدد باينري، وبعدين احنا نمسك العدد اللي هنا وحنخزنه وين؟ على 32 بت او 4 بايت بكل بساطه. طبعا لاحظ هنا هذا العدد اللي هنا باللون الاحمر لاحظ صفر، فهذا بيقول انه هذا عدد موجب، بيقول انه عدد موجب، وطبعا هذا تمثيله بالهكساديسيمال. الان نفس الرقم لو بالسالب حنلاحظ شو بيختلف معنا. طبعا هنمسك الكلام هذا ونحاول نشوف كيف التحويل بالتفصيل، والرقم اللي هنلاحظه هو نفس الرقم اللي فوق، نفس الشيء، فيش اختلاف بين الاثنين، الاختلاف فقط ما بين ان هذا اشارته اللي هو صفر وهذا واحد، وهذا هو المفهوم تاع الساين ماجنتيود اللي احنا اخذناه في بدايه المحاضره. فبالتالي الساين ماجنتيود هذا النظام بيعتمدوا الفلوت والدبل، لكن الانتجر لا، الانتجر والشورت بيعتمد توس كومبلمنت لتمثيل العدد السالب. هاي المفارقه بين التنتين، هاي ملاحظه مهمه، واضح النقطه هاي؟ طيب الان نيجي على الدبل. الدبل هنا هو يعني ضعف مساحه الفلوت، بيحتاج هو هان ل 8 بايت، يعني 4 و4 8 بايت، انما نفس الفورمات نفس الفكره. فهنا حيستخدم 64 بت، طبعا 64 بت على الضخم، فاحنا الرقم هذا 2.654 كيف بنحوله لباينري، طبعا خطوات معقده حنحكي عنها بالتفصيل في السلايدات اللي جاي. لكن في نهايه المطاف هذا الرقم اللي عندنا طبعا هنخزنه هان زي ما انت شايف 0001 بعدين 4 اصفار الى اخره، كم بايت لاحظ انت هان 8 بايت. لكن هنا اخر بت زي ما انت شايف اللي هي الموست سيجنيفيكانت بت شو معمول عندنا هان صفر. ليش صفر؟ لانه عدد موجب، لانه بيستخدم في العدد الموجب والسالب اللي هو طريقه الساين ماجنتيود. نفس الرقم اللي هنا لاحظ هو الدبل ام 2.654. السلايد اللي بعديه هاي لاحظ دبل ام سالب، العدد السالب اللي هنا كيف حنخزنه داخل جهاز الحاسوب. طبعا هو الرقم حيطلع نفسه بس حيختلف عندنا هان في اخر الاشاره، طبعا هنشوف بالتفصيل كلام هذا كيف بيصير. ولاحظ المفارقه ما بينهم انه هنا اخر بت عندنا هان كانت واحد، ما احنا حكينا انه الفلوت والدبل بيستخدم الساين ماجنتيود لتمثيل الاعداد السالبه. لاحظ هنا انه بقول الفرق بين التنتين انه لما قلنا 2.654 والسالب 2.654 هم الارقام شايف نفس الشيء، طبعا هذا بالهكساديسيمال بس الاختلاف في اخر واحد، هذه 4 وهذه سي، يعني هذا اخرها صفر وهذا اخرها واحد، هاي المفارقه ما بينهم. طيب تعال نشوف الان اللي هو موضوع كيف بتم تحويل او تمثيل الفلوتنج بوينت نمبر بالفورمات الستاندرد اللي احنا بنسميه اي تريبل اي 754. طبعا هذا ستاندرد متعارف عليه، فورمات متعارف عليها، هذا اللي حنشوفه الان بالتفصيل. اولا قبل ما ندخل في عمليه كيف بتم تمثيله، في بعض مصطلحات لازم نكون ملمين بها. اولا لما نيجي نقول لك العدد 256.78 عايزين نحوله هان لساينتفك فورم، لساينتفك فورم، خلاص؟ كيف بنحوله لساينتفك فورم؟
بنجيب الخانة اللي هنا هيك، يعني أنا عندي هلا لازم أصفي عند رقم بس، يعني بدي أجي هنا هيك الصفر اللي هنا هنحطه هنا هيك، هاي خانة خانتين، مشينا خانتين، فصفى عندي صار 2.5678 صح؟ مش صارت الفاصلة نقلناها من هلا هان. طيب وبعدين حضربها في ايش؟ 2 اس 2 10 اس 2. طب ليه الاثنين هذه عباره عن ايش؟ الاثنين هذه عباره عن كم من خانه انا مشيت؟ خانتين، فبالتالي عندها حيطلع الرقم هنا زي هيك، لان هذا الفورم اللي احنا بنسميه الساينتفك فورم، هذا اللي بدنا اياه، هذا اللي حيمر معنا في 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 الخطوات اللي هو تمثيل الفلوتنج بوينت نمبر داخل جهاز الحاسوب. مثال ثاني هنا، خلينا امحي بس السكراتش عشان تبقى الامور واضحه، للرقم اللي هنا هيك كيف بدي امثله بساينتفك فورم؟ طبعا هذا الفورم تاعه مش ساينتفك، لا بطلع هيك ما فيش عندي لانه هنا هذا اصفار، فحضر اجي على الجهه هذه، يعني هنا في لحظه الفاصله مشيت بالاتجاه ايه؟ الشمال، هنا بدي امشي باتجاه مين؟ اليمين. طب مشينا بالاتجاه اليمين كم من خانه؟ هي واحد، هي اثنين، اقف؟ لا، لانه قلت لك عايزين نصل لاول رقم نون زيرو يعني مش صفر، يبقى انا مشيت ثلاث خانات، لكن لاحظ الثلاثه صاروا بالايش هنا؟ بالسالب، لانه مشيت بالاتجاه هذا، واضح؟ لكن هذا الاثنين بالموجب لانه بالفاصله هنا مشت باتجاه الشمال، لاحظ الفرق بين الاثنين؟ وهذا هو نفس الرقم، نشوف الرقم اللي هنا هي سالب 256 نفس الرقم اللي فوق بس بالسالب، طبعا شو عمل؟ نفس الفكره، لان هذه الفاصله حجيبها خانه وهي كمان خانه، خلص ما دام وصلت لاخر رقم هان بقف، يبقى حيكون عندي اثنين يعني 10 اس 2 والرقم هو، وطبعا الاشاره تبقى كما هي. هذا اللي احنا بنسميه اللي هنا هو اللي هو الساينتفك فورم، الساينتفك فورم. الان هنا العدد اللي بعد ما عملنا له ساينتفك فورم، هذا اللي احنا بنسميه الفلوتنج بوينت نمبر ان ساينتفك فورم. طبعا تعال نطلع على الاجزاء تاعته. اولا لما نطلع مثلا على المثال اللي هنا، هذا العدد سالب 2.9876 ضرب 10 اس سالب 3، هذا بنسميه floating point number in scientific form. لاحظ scientific form، خلاص؟ لأن هذه الإشارة اللي هان هذا بنسميها the sign، طبعا مصطلح كلمة sign ومنتسة هذا مهم انك تحفظه وحيمر معنا كتير. هذه إشارة المنتسة، خلاص؟ sign of منتسة. الآن هذه البوينت اللي هان اللي هو اللوكيشن تحت الديسيمال بوينت، لأن هذه اسمها النقطة، هذه اسمها ديسيمال بوينت وهذا هو مكانها. اللي ما بعد الفاصلة هيك بنسميها ايه؟ منتسة. طبعا حيمر معنا الكلام هذا بالتفصيل، بعدين حنيجي هنا وحنطلع، لان العدد 10 هذا هو البيز او الاساس. السالب 3 طبعا السالب هذا ساين مين؟ هذه اشاره الاكسبوننت، والثلاثة هو الاكسبوننت، يعني الثلاثة هو الاكسبوننت، والاشاره هنا السالب هو اشاره الاكسبوننت، وال10 هي البيز، وهذا بينقسم لقسمين اللي هو طبعا المنتسة زي ما انت شايف، وهذا الساين تاعت المنتسة، وهذه الديسيمال بوينت لوكيشن، تمام؟ طيب